طيب سليمانو رئيس الولاية السكنية لعمارة بروطان اللي كتجي في بلاس دار المدينة الجديدة. المشكل اللي عندنا هو هذه العمارة في الأصل ديالها ولحد الآن اسم الشركة العقارية والسياحية بمكناس اللي أسسها واللي كيملكوها هما 8 المعمرين الفرنسيين على حساب القوانين ديال الشركة، وأن هذه القوانين ديال المؤسسين اتفقوا في المادة 4 على أساس أن الشركة تأسست أفريل 1977 عندها العمر ديال 30 سنة، في أفريل 1947 وخصها تسالي في أفريل 1977. والبحث ديالنا اللي درناه في الجهات المختصة لقينا الشركة ما كايناش، ما بقاش. هاد بقينا الناس كاين سكان العمارة اللي سكنوا تقريبا في أوائل الستينيات القرن الماضي لسنوات عديدة. شي واحد كان خدام هنايا في لوطيل ملي كانت اوطيل، أصبح كان قباض، داز مشاو الفرنسيين قال لك أنا كنملك العمارة راه شريتها. دار محاولة مع واحد الموثق يهودي مغربي كان هنايا حمرية، إلا أنه ما جابش الوثائق ما يثبت أنه اشترى العمارة. وحتى أنه هادو الورثة كيقولوا أن باهم شرا في 64 و65، وحنا كنتسائلوا كيفاش أنت تشري في ستينيات القرن الماضي وحنا في القرن 21 وما حفظتيش، بمعنى الوثائق غير صحيحة وأن الوثائق مشبوه فيها. بقات الأمور غادية، حنا عايشين عاديين، إلا أنه في 2011 اكتشفنا أن العقار ما موجود في سميتهم، موجود في اسم الفرنسيين. هاد الفرنسيين 8 الفرنسيين أسسوها، بقات الشركة في سميتهم إلى يومنا هذا. وكان كيصيفط لنا هذا ولده باسم الورثة، كيصيفط لنا إنذارات للإفراغ، الأداء، مجموعة الإنذارات. وكانت المحكمة الابتدائية ما بين 2016 و2018 دائما كتحكم بعدم قبول الدعوة، نظرا لأن المدعي لم يدلي بما يثبت أنه صاحب العمارة، ما عنده لا من قريب اسم شي عربي ما كاينش كاع ولا شي مغربي في المؤسسين ولا في المالكين الشركة. إلا أن وصيفطوا لنا في 2011 قرار ديال العامل باش نديروا الإفراغ لأنها عمارة عائلة للسقوط. إفراغ ما تمش لأن العمارة باقا صحيحة، ودرنا الخبرة أن الخبير قال لنا يمكن يبنيو فوقها واخا هي مهملة. في نفس الوقت المجلس كان صيفط واحد اللجنة ديال البحث، اللجنة القرار ديالها قالت أودي داك البروزات عواجو شوية، يجب إصلاح البروزات تحت إشراف مكتب الخبرة وبس، ما كاين لا هدم ولا والو. من بعد بقات الأحداث كتطور هكذا. كنتفكروا في 2018 كانت الرسالة قبل كانت الرسالة الملكية التي تتعلق أو تتحدث عن حماية ممتلكات وعقارات الأجانب والمغاربة اللي في الخارج، لأنه تم بدل استيلاء كثير استيلاء على الأراضي ديال الأجانب بما فيهم اليهود الفرنسيين، جو الجنسيات مختلفة اللي كانوا كيملكوا عقارات في المغرب. ويومي الصحافة الوطنية كما بغات تكون تتحدث عن المشكل، فالرسالة الملكية وضعت حد لهذه المأساة أو الاستيلاءات أو السرقات. فالوزارة العدل مع المحافظة العقارية داروا إحصاء، لقوا أن داك شي أكثر من 4000 عقار. وكان من ضمن كانت لجان إقليمية ومحلية، اللجنة المحلية في مكناس صنفات هذه العمارة، هذه داروا ملاحظة في شهادة المحافظة العقارية، داروا واحد الملاحظة، داروا عقار مهمل. علاش؟ باش في المحافظة العقارية يميزوا على باقي الممتلكات وباقي العقارات، وفي نفس الوقت ما يمكنش دير أي إجراء فيه، يعني بحال كي يتحبس حتى. فلهذا كتبوا عقار مهمل بمعنى ما كيشموا ليه. في نفس السنة 2018 كيخرج المحافظ واحد الرسالة، رسالة دابا ها هي شوفوها، تشوفوها رسالة كيصيفطها للمحامي ديال المدعي، كيقول فيها على حساب الدراسة ديالو الوثائق، ماشي المحافظ السابق، الدراسة ديالو الوثائق المشكلة للشركة العقار الشركة 440، أن فلان بن فلان أو فلان بن فلان
كيملك 426 حصة على 460 على 526. وإن بعض ثلاثة الفرنسيين داك الثمانية كيمل كل واحد كيملك واحد الناصب خلى ليهم 60. إلا أن هاد الرسالة هي مجرد بحال قال لك هو في التعبير يبدو له يبدو للمحافظ، بحيث أنه ما يمكنش في القانون نقولوا يبدو، يا إما ديالو يا إما ما ديالوش، ما عندناش جوج الحلول لا وحل الوسط. كيظهر لي راه أنت كتملك هاد العمارة ويمكن نقولها لأي واحد. ومع ذلك أن هاد الرسالة مشكوك في صحة المعلومات ديالها، وتحكم ضدنا بهاد الرسالة هادي ضدا على تصنيفها كعقار مهمل، ضدا على الشهادة المحافظة العقارية اللي كتقول أن الشركة في أن العمارة في اسم الشركة العقارية والسياحية. إذا أمام هذا الوضع هذا السكان خصهم يلجؤوا لشي حالة. صيفنا الجميع اللي كيبان لك في البال يمكن ينصفنا، درنا واحد الطلبات ديال الفتح رفع تظلم وفتح تحقيق. حنا إذا تبين لنا هذه العمارة فعلا ديالهم الله يسامح خرجوا نهزوا الراية البيضاء ونخرجوا بحالنا، ما نحتاجوا لا محكمة لا جوج. إذا صيفنا وزارة الداخلية، وزارة العدل، المفتشية العامة للعدل، المحافظ العام للأملاك المخزنية بالمغرب، وردنا رسالة أخرى رئاسة النيابة العامة من ضمن ورسائل جديدة في 2021 شكاية الديوان الملكي وتساؤل رئاسة النيابة العامة. كنسولوهم فين مشى مصير البحث الشكاية ديالنا، لأنهم جاوبونا رئاسة ورسالة ديال وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، فهذا راه من ضمن حقوق الإنسان. إذا كانت فعلا دولة الحق والقانون راه خصنا فعلا ما نصدروا ما تصدر الأحكام وتبدا في الإفراغ. ها واحد أحد السكان المفرغين اللي هو من هادي 60 عام وساكن، ما نبداو في هادشي حتى يتم البحث. عطيونا نتائج البحث. البحث صيفطنا لرئاسة النيابة العامة، قال لك اودي هرس غديروا البحث، راه صيفطنا الوكيل مالك لدى المحكمة الابتدائية غيدير البحث. فعلا دازت واحد المدة عيطت للسلطة القضائية، استمعوا ليا في ماي 2020 في جوي صيفط لي رسالة المحافظ اي ربي عفوا الوكيل الملك، يقول اودي الرسالة ديالكم أحيلت لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بالاختصاص، أن المدعى به يسكن بمدينة أكادير. هذا الشيء راه تقريبا جوي ولا أوت. فإذا بك نتفاجئوا أن الرسالة ما مشات حتى لجنبي الماضي 8/12/2020 عاد مشات الرسالة. حنا بالنسبة لنا شنو كنطلبوا؟ ما كنطلبوا حتى حاجة، كنطلبوا البحث، دير تحريات، راه يمشيو لذاك الملف في المحافظه يلقاو الوثائق كلها مدرحه. كل شيء ما يفيد الى عندك اصل التملك، اجي تعامل مع او عقار ما عندكش شيء. الله يهنيك. وهذا ديال الدوله وحنا من الدوله. شحال ساكن دابا تقريبا انت انا ولا خدام؟ انا راه 40 عام ولا ساكن هذا كثار 60 عام ولا ما عندناش شي راه ولا ديالكم كاع كثار يعني انا غير كنت الهضره ما راه كل شيء ساكن قديم. فلهذا حنايا الان بعد هذه الرسائل كلها ودابا تقريبا اول شكايه درنا في 23/5/2019، حنا في نهايه مارس 2021 لم نتوصل برد عند الشكايه. يقول لك اودي ما فيدكمش هادشي راه ماشي ديالكم، بعدو من الناس سيروا بحالكم. ما قالوا لنا راه ما عندوش هذاك، راه غير نصاب وكذا وكذا وكذا. اذا بقينا حنا حايرين والانفاء والاحكام تاش كتنفذ. الرساله الاخيره ملي كتطلب شنو واش اكيد اللي حنايا فكنسكن ما كنتسناو حتى حاجه، كنتسناو التحقيق نزيه لانصافنا من القهر والظلم. هذا راه ظلم، هذا راه عدوان، هذا اهدار الحق. ديروا الافراغ بلا ها السي تمارس عليه الافراغ في واحد الوضع نعطيك واحد الحاله بسيطه واحد الحاله بسيطه. السكان شنو هما؟ هما مجموعه الناس كبار مسنين ذوي أمراض مزمنة متعددة
هذا راه جاو النهار الاول غادي يخرجوه راه طاح في الدروج. السلام عليكم، انا بن زغار عبد النبي، انا ساكن في حال العماره تقريبا من 62 وانا ساكن هنايا حتى الى يومنا هذا. هذه واحد شهرين جابني مفوض قضائي واحد الانذار بالافراق، وذاك الانذار اللي جاب لي ما فيها لا تاريخ لا يديك لا يخلي لا والو، عطاوني فيه 10 ايام باش نخوي، رغم انني مريض ومرض مزمن وكيطلع لي التانسيو وزعما وتألمت تألمت تخلقت بزاف العراق وداك الشيء. مشاو النهار ما داز 9 ايام جاو لعندي لهنايا وبقاو سمعوا جاب البوليس جابوا كل شيء. لا عليك نخوي ندخلوا باش نخويو لك، ما خليت له ما خليتهمش باش يدخلوا يخويو لي. طلع لي التانسيون تحت تحت على ظهري، باقي دابا ظهري كيضرني وكيحرقني. داوني للطبيب قلت 4 ايام ولا 5 ايام في الطبيب هذا سميتو، حتى دا خرجت جيت جلست عاوتاني 10 ايام جاو عاوتاني بغاو يفرغوني عاوتاني، لان جاو حرسوا القفوله ديال الباب وهرسوا سميتو الزجاج وهرسوا سميتو ودخلوه وخرجوني على برا، وهزيت الحوايج اللي نص الزيتون ونص بقات معايا الى يومين هذا، حتى لاكارت واحد لاكارت ديال سميتو واحد شي فلوس خليتهم تما. المهم وهاد الناس وريتهم الوثائق بان راه وكيل الملك صيفطنا بان راه الملف ديالنا سمتوا لنا رجال الامن في الولايه ديال مكناس سمتوا لنا داروا لنا محضر وعطاوه الوكيل الملك، وكيل الملك قراه وصيفطوا عاوتاني لسميتو لكادير حيث اللي كيدعي بانه صاحب الملكيه بدون صفه، صيفطوه لكادير للبحث. ما زال قبل ما يكمل البحث ولا يبحثوا في القضيه جاو بغاو يخويوني بزز باش يسكن فيها شي واحد اخر من عندهم، وتكرفسوا عليا وتعدوا عليا. ودابا كان بات كان بات تقريبا غير عند الناس باش الزباله، وكنطلب سيدنا نصر الله وإياده باش ياخذ الحق ديالو وديال السكان وديال جميع المظلومين، وكان الرجاء في الله وفي سيدنا ان شاء الله ياخذ الحق، وكنطلب غير الحق وكنطلب الانصاف وكنطلب التعذيب اللي عذبوني محنوني ياخذوا فيه يديروا فيه التحقيق. والسلام عليكم.